يوم الغفرة عيد تحتفل به الطائفة اليهودية المغربية اليوم، هو يوم الكفارة، يوم صوم وتسامح وطلب للغفران وتقرب من الله ورفع لأكف الدعاء بأن يحفظ الله أمير المؤمنين. وملكنا العزيز وسيادنا اللي كيمشيو المغرب الله يعاونهم ويفتح لهم البيبان الخير ويقلبهم على ديالهم. ولدو سيدي مولاي الحسن وسيادنا كلهم اللي هما ممشيين ومقدمين المغرب يعاونهم الله ويعطي السلامة في الوقت ان شاء الله ويعطي البركة والخير ان شاء الله والشتا فوقتها ان شاء الله. يوم الغفرة له تقاليد صيام وصلاة خاصة، واحتفالات الطائفة اليهودية تتم في إطار تسامح بين الديانات ببلادنا. احنا في المغرب عندنا واحد الدين اللي هو دين تيقبل وتيسمح باش يكون واحد مغير دينك وتنقبلوا عليه، والمسلمين تيقبلوا علينا وحنا تنقبلوا عليهم. اكثر من داكشي عايشين في واحد يعني الاخوانيه، واحد المعيشه اللي هي الحمد لله مشبكه مزيان، والحمد لله حنا دائما فما تنمشيو تنهضروا على هذه المعيشه وهاد الطريقه اللي ما تنشوفوهاش اليوم في بلدان اخرين. النهار ديال اليوم اللي خصنا كنجيو للجامع كنتجمعوا بعدا فحال اللي قلتي ليا فوق المائده ديالنا، زعما كنتجمعوا عائلات بيناتنا، عند واحد عنده خو عمو ولا با هذا، دونك كيتجمعوا العائلات فحال التقاليد ديال المغرب كلهم، وكنجيو كان زعما نطلبوا السماحه لربي اللي خلقنا ونطلبوا السماحه قبل ما نجيو للجامع. كيخصنا نطلبوا السماحه للناس اللي شويه كاين الغيار بيناتنا في طول العام ولا شي حاجه. صلاة ودعاء باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله المغرب ملكه وشعبه من كل الأعداء.